خليفة الثاني، ومن تنظيم شركة قطر لفعاليات الأعمال، إحدى الكيانات التابعة للمجلس الوطني للسياحة. يقام حفل الافتتاح وباقي فعاليات المعرض تحت إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف والزوار والعارضين على حد سواء. لذا نرجو منكم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية طوال الوقت. Ladies and gentlemen, distinguished guests, good afternoon. I am pleased to welcome you all today to the opening ceremony of the 17th edition of Heya Arabian Fashion Exhibition, the largest platform for الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية. أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور، أرحب بكم مرة أخرى لاستكمال باقي مراسم افتتاح المعرض الأقدم والأكبر في قطر في مجال الأزياء العربية، والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخة مياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ويستمر من اليوم وعلى مدار 5 أيام في عرض أحدث التصميمات والاتجاهات في عالم الموضة والأزياء العربية. يعتبر معرض هي للأزياء العربية منصة إبداع ودعم للمواهب المحلية والإقليمية في مجال الموضة والأزياء. وعلى مدار 13 عاما رسخ معرض هي مكانته كمنصة انطلاق العديد من العلامات التجارية من قطر والمنطقة. ويقام المعرض هذا العام في ظل هوية وشعار جديدين يواكبان التطور والنمو المنشود تحقيقهم خلال الأعوام القادمة، كما تشهد النسخة 17 برنامج وفعاليات حافلين يشمل عروض أزياء، جلسات حوارية وورش عمل تقدم على هامش المعرض. وتبدأ أولى فعاليات المعرض بجلسة نقاشية حول الموضة والأزياء بعنوان عباية توك بمشاركة الإعلامية أسماء الحمادي